المدير العام للمنظمة العربية. يواجه عالمنا العربي تحديات مشتركة في مجالات ذات صلة بالتربية والثقافة والعلوم، وهو ما يملي علينا ضرورة التنسيق والتشاور من أجل مجابهة تلك التحديات، سواء التي تفرضها التحولات العالمية المتسارعة في مجالات الطاقة والبيئة والأمن الغذائي والأمن القومي والمعلوماتي والأمن الصحي والأمن التقوي، أو تلك التحديات التي فرضتها الوضعية الوبائية التي تجتاح كل دول العالم للسنة الثالثة على التوالي، خاصة في مجالات التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني، التعليم التناوبي والتعليم المدمج وما يرتبط بها من مقاربة بيداغوجية جديدة وأنماط تعلم حديثة وأساليب تقييم مستحدثة.